أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مع قرب الإجازة الصيفية يذهب بعض شبابنا إلى بعض البلدان فيتزوجون من فتياتها بغرض الاستمتاع بعقد وولي وشهود، ثم يطلقونهن بعد شهر أو شهرين، ولا يكون بينهم اتفاق على مدة، ولكن يتركها فجأة ثم يطلقها بما يسمى بالزواج بنية الطلاق، فهل الزواج صحيح؟ وماذا يوجه فضيلتكم؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن كانوا متفقين على هذا فهو متعة، وإن كانوا ما اتفقوا على هذا وإنما هو ينوي هذا وهم ما دروا، هذا خديعة، خديعة لهم، لأنهم زوجوك ابنتهم أو موليتهم على أساس أنك تبيها زوجة، ما هو بتبي تعبر نفسك فيها أيام ثم تترك، هذه خديعة وخيانة لمن زوجوك ووثقوا بك. أما إن كانوا متفقين على هذا هو وهم، هذه يعتبر متعة لا تجوز. نعم.